ومن النصرة ينضم إلينا جاكي خوري الخبير بالشأن الإسرائيلي. سيد خوري أهلا بك معنا. كيف انعكس هذا التصعيد في الجبهة الشمالية على الداخل السياسي في إسرائيل برأيك؟ تحياتي لك وللمشاهدين. يعني عادة المشهد في إسرائيل في كل حال تصل الأمور إلى مرحلة الصدام المباشر والتصعيد العسكري المباشر، عمليا تتلاشى الخلافات والكل يدعم المؤسسة الأمنية والعسكرية ويقف وراء القرار العسكري والأمني رغم الخلافات العميقة كما نعلم في وجهات النظر. وبالتالي ردود الفعل الآن أن هنالك يعني التحام وتكاتف في خلف المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفي الساعات الأخيرة ترشح بعض المعلومات واضح أنها بشكل مرتب ومنظم من قبل الناطق العسكري الإسرائيلي، أن ما حصل فجر اليوم كان مبني على معلومات استخباراتية دقيقة، وهذه المعلومات قالت بأن إسرائيل عفوا أن إسرائيل نعم حصلت على معلومات مؤكدة حول نية حزب الله لتنفيذ عملية نوعية بمفهوم أن عدد كبير من القذائف، هنالك حتى من تحدث عن آلاف القذائف والطائرات المسيرة، وهذه القذائف والطائرات كانت موجهة ليس فقط للمنطقة الحدودية الشمالية وإنما إلى العمق الإسرائيلي وصولا إلى وسط البلاد، وقد يصل هذا أيضا إلى مدينة تل أبيب. وبالتالي هذه العملية كانت مقررة عند الخامسة فجرا اليوم، وعليه بناء على هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والدقيقة جدا كما يصدر تم استهداف عدد كبير من المنصات، أكثر من 100 طائرة مقاتلة، وهذا ببيان رسمي لأن لا أتحدث عن تسريب. الجيش أعلن رسميا أن أكثر من 100 طائرة حربية شاركت في هذه العملية، وأنا شخصيا أسكن في الشمال وأتابع، كان واضح أن حجم الهجوم وكذلك الأصوات التي وصلت إلينا في منطقة الشمال أن الحديث عن شيء مختلف، وسرعان ما خرج الناطق العسكري الإسرائيلي يؤكد هذا أن العملية هي عملية استباقية لمنع إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. بعد ذلك بفترة وجيزة ونتحدث عن مشهد دعيني أقول فيه انعطاف واضح أنه متغير حول ما كان في الأشهر العشرة الماضية، عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة طبعا لم نستطع مشاهدتها بالعين المجردة في ساعات الصباح الباكر والفجر، ولكن عدد كبير جدا من الصواريخ المضادة، نتحدث عن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي تصدت لهذه الصواريخ، ونتحدث عن ساعتين بدون شك لم تشهدهما المنطقة منذ بداية الحرب. نعم كانت هنالك العديد من الجولات والصولات خلال الأشهر الماضية، ولكن كان واضح أن الأمور هنا إما تذهب إلى تصعيد كبير وخطير جدا والمواجهة الشاملة، وإما من خلال المتابعة وفق معايير محددة تمنع الانزلاق نحو كما ذكرت المواجهة الشاملة. الآن طبعا تابعنا بيان حزب الله الذي تحدث عن استهداف سكنات ومنشآت عسكرية، وأنا أعتقد أن هذا جزء من آلية الرد لأن هنالك العديد من المدن والتجمعات السكانية الكبيرة والكبيرة جدا، إذا أخذنا مدينة حيفا على سبيل المثال وغير ذلك من المدن الأقرب إلى الحدود وهي لم يتم إخلاءها، بمعنى لو كان الاستهداف لهذه المنطقة لكانت الصورة مختلفة. في إسرائيل يحاولون أيضا إظهار جزئية مهمة أن هذه الصواريخ لو لم يتم استهدافها بشكل مسبق لربما كنا في موقع آخر مغاير تماما، بمعنى إذا تم فعلا إطلاق هذه الصواريخ ونتحدث عن هذا الحجم الكبير من الطائرات المسيرة الهجومية والمقذوفات، وإذا وصلت إلى مناطق فيها طبعا تجمعات سكانية مأهولة لكان الوضع الآن مختلف وبشكل كبير. السؤال طبعا إلى أين ستذهب الأمور بعد هذه الساعات. الجيش الإسرائيلي ما زال بحالة استنفار قصوى في المنطقة الشمالية، يمكن نقول حتى من منطقة تل أبيب شمالا. هنالك طبعا تعليمات صدرت من الجبهة الداخلية للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر التواجد في محيط المناطق الآمنة، وبالتالي نحن في حالة ترقب وانتظار منذ السابعة تقريبا حتى الآن، هو هدوء اليوم وهدوء سيد خوري جدا ومتابعة. نعم مع التركيز اليوم على الجبهة الشمالية ووفقا للتحليلات والمعطيات المتوفرة، هل توجد رؤية أو قرار إسرائيلي موحد وواضح بشأن هذه الجبهة، وما هي الاحتمالات المتوقعة لحدوث تصعيد استباقي إسرائيلي واسع؟ يعني يمكن قراءة هذا الموضوع في عدة محاور. أولا هذه الضربة اليوم إذا طبعا صحت المعلومات الإسرائيلية وفعلا كان هنالك معلومات استخباراتية محدودة من ناحية الكم ولكن دقيقة من ناحية المعلومات، هذا أيضا رسالة لحزب الله أن هنالك عملية
متابعة ورصد إذا كان ميدانية وإذا كان من الجو، وواضح أن هنالك يعني أجهزة عديدة راقبت وتابعت ورصدت هذا الموضوع، بمعنى هنالك كم من المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لإسرائيل من أجل توجيه ضربات استباقية. ثانيا، ومع ذلك يجب أن نقول أن الاستهداف كان للمنشآت التابعة لحزب الله على الأقل كما أظهرت التقارير الواردة من لبنان، ولم يكن استهداف مباشر لمنشآت مدنية حتى الآن، بمعنى حتى لم تصل إلينا معلومات عن عدد كبير من الضحايا في الجانب اللبناني، بمعنى هي مقاييس ومعايير يتم وضعها بشكل محدد وبانضباط. ولكن أيضا إسرائيل تقول لا نخشى المواجهة الشاملة، طبعا هذا بالقراءة التحليلية والأمنية، رغم ما يحدث الآن في قطاع غزة والتطورات الجاري أيضا في العاصمة المصرية القاهرة، بمعنى كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض. أنا أستطيع أن أعطيك سيناريو أن الأمور ذاهبة للتصعيد والتصعيد الخطير والمواجهة، ويمكن حتى تقديم بعض يعني الأدلة بهذا الموضوع وندعمها ببعض التصريحات والأفكار، وفي نفس الوقت نستطيع أن نقول أن الأمور لن تذهب إلى التصعيد. يعني بعض المحللين والمراقبين العسكريين للصين حتى في الدقائق الأخيرة بدأوا يتعاملوا مع الملف أن عملية الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية من ورائنا، بمعنى هنالك عملية استيعاب لهذا الحدث، وبالتالي بعد ساعات قريبة نحن سنعود ونلتفت إلى ما يحدث في القاهرة والمفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، وبالتالي كل الاحتمالات موجودة، ولكن الرهان الآن أن ما حصل هذا اليوم قد يتكرر خلال اليومين القريبين، ولكن لا أحد يريد الذهاب إلى المواجهة الشاملة في هذه المرحلة.